بصراحة بقى أنا مبهورة بيك قوي قوي يا مستر فتيح، وخصوصا باللي عملته النهاردة في الإذاعة. أنت قلت لي اسمك إيه؟ مروة مدرسة الموسيقى، أنت نسيت ولا إيه؟ لا ما نسيتش، أصل ما نمتش كويس بس. بس أنا عايز أعرف بقى، أنت إزاي بتقدر تفصل؟ مرة بتبقى مرهف في المشاعر والأحاسيس والناس كلها بتحبك، ومرة بتبقى شرس كده والناس كلها بتخاف منك. أصل الصراحة يا أستاذة مروة، أصل الصراحة يا أستاذة مروة، دي حكاية يعني كبيرة وصعبة وعايزة لها قعدة، بس مش هنا. ها؟ أمال فين؟ ما تقولها فين يا سي فاطين؟ إيه الصوت العالي ده؟ بعد إذنك يا مستر فاطين، كنت عايز تقولها إيه؟ وعايزة تعرفي ليه؟ أنا خطيبتك يا فاطين. حتى لو خطيبتي، في تصرفات المفروض أنت ما تعرفهاش. وبعدين في واحدة بتعلي صوتها كده على خطيبها؟ عيب. كده؟ ماشي. يبقى شوف مين هيعبرك بعد كده. مع ألف سلامة. إيه يا فاطين، أنت هتسيبني أمشي؟ مش هتصالحني؟ وبعدين أنا هنت عليك كده؟ وقول لي فين الدبلة بتاعتك أنت مش لابسها ليه؟ لما تبطلي التصرفات بتاعتك دي أبقى ألبسها. أستاذ فاطين، كان فاطين، أنت لسه هتهته أنت كمان؟ حد ناظر كان عاوزك يعني. إيه؟ حد ناظر كان عاوز حضرتك. قول له يا ابني انا ما بروحش لحد. اصل في ضيف عاوز حضرتك. خلاص هروح له. اتغير جو الاستاذ فطين يا استاذة لميا. بس الاحسن. سهل الوصف مش كده؟ ما تاخرتيش. سهل قوي. على فكرة حضرة الناظر بيشكر فيك قوي يا ميشو. قصدي يا مستر فاطين. الأستاذ فاطين مثال للأستاذ النبيل. ما سيبنا لوحدنا يا عزيز. نعم؟ على فكرة الأنسة سارة خالها وزير التعليم، بس هي مش قايلة. سيبنا لوحدنا وأنا هظبطك. بجد؟ يا سلام، نورت يا سارة هاني. والله المدرسة نورت. هي على فكرة ما بتحبش الراجل كتير. طيب بعد إذنكم يا فندم. اتنين برتقان يا عزيز. ها؟ حاضر. ما تنساش بسرعة. قولي لي بقى، إيه رأيك في المدرسة؟ حلوة قوي. ما قلتليش كنت بتقول إيه للناظر؟ مش مهم، المهم إن أنت اتبسطتي. يا الوقت بيعدي هوا. وأنت شكلك اتأخرتي، أشوفك بالليل. اتأخرت إيه؟ هو انا مش هخش معاك الفصل ولا ايه؟ فصل. انت مش هتشرح لهم؟ مش هينفع اشرح النهارده، دودي اللي هيشرح لهم. عايز اشوف مجهودي الفتره اللي فاتت جاب نتيجه معاهم ولا لا. والفشلة اللي متذنبين دلوقتي على السبورة لو ما جوش والمرة اللي جاية واكلين الكتب هيبقى لي معاهم تصرف تاني. اتفضل يا دودي. حاضر يا مستر فطين. الملك مينا موحد القطرين، وهو فرعون من الأسرة المصرية الأولى، ولقب بعدة ألقاب مثل ثعبان الشمال وصاحب التاجين. قيام يا اولاد. اهلا وسهلا يا استاذه ناس. صباح الخير يا اولاد. امال فين مستر فاطين؟ موجود. اتفضلوا يا اولاد جلوس. وكمان قاعد يا استاذ فاطين وسط الولاد؟ لا لا لا، حضرتك دايما بتفاجئني بالاساليب الحديثه بتاعتك دي. انا قلتها لك، انت من الرواد يا استاذ فاطين والله. كلمنا بقى عن الطريقه الجديده بتاعتك دي. دي احدث طريقه في التدريس، المدرس يقعد وسط التلاميذ والتلاميذ هي اللي تشرح، وده يربي عندنا الإحساس بتاع التدريس الكويس. وبدل ما يبقى عندنا مدرس يبقى عندنا 10 20 100، وكما قال الشاعر ولا واحد ولا 100 ولا 1300. مش ممكن، هايل والله يا أستاذ فاطين. إيه الجمال ده؟ لا حضرتك بجد خير معلم، هتخلي مادة الدراسات تتكلم يا أستاذ فاطين.
مش تعرفنا على الأستاذة؟ الأستاذة سارة جاية مخصوص من أمريكا من منظمة التدريس العالمية علشان تشوف بنفسها على الطبيعة احنا وصلنا لفين. أهلا وسهلا يا فندم، نورتينا. ما بتتكلمش كتير أصلها، أنت عارفة الخواجات بتصدع. لا والله ممتاز يا أستاذ فطين. اتفضلي يا فندم، اتفضلي اقعدي وسط التلاميذ. يا ريت تكمل يا دودي. تشربوا شاي؟ كفارة معلم. الحمد لله على السلامة يا سيد المعلمين. أنا أخرج من نيابة بكفالة 50,000 جنيه وسرقة عربية. ما قلت لك يا معلم حد من رجالتك يشيلها. ملحوقة. هتقولي له أنا جنزيرة. حاضر معلم. حالا. ماشي يا ميشو. عموما لسه الماتش شغال واللعب طول ما هو داير في فايز ومهزوم ومش شيك اللي يتهزم ولسه لينا لقاء في جوهانسبرج وسلم لي على كوفي الكوتشة وإيفريثينجز أوكي. دي بجد أنا انبسطت فعلا النهاردة. أي خدمة، يا ريت ما تتكررش. إيه؟ أشوفك بالليل؟ مش عارفة، هكلمك. باي. باي. بوي في حاجة لا؟ لا مفيش يا فطين بين، مفيش. آه. مع السلامة يا مستر فطين. مع السلامة يا أنسة. مروة. أشوفك النهاردة بالليل علشان نكمل كلامنا. أنت في حاجة مهمة عايز تقولها لي؟ في كوفي شوب في الزمالك في أبو الفدا. هايل. هتيجي؟ ماشي. باي. باي. في حاجة هلا؟ مفيش يا بيه، هو الواحد يقدر يقولك على حاجة دلوقتي؟ يا فطين بيه يا جامد. فطين فطين تعالى قولي هتخرجني فين النهاردة؟ مشغول مش فاضي. ليه كده بس يا فطين؟ هو انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ انا ما حدش يقدر يضايقني. طب بقولك ايه رأيك تروح نتمشى وتروحني زي كل يوم؟ قدامي. مرسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان مغير الأحوال. امبارح كان الأستاذ فطين مستح وأخلاقه عالية زين من يوم وليلة بجد. في حاجة يا لا؟ لا يا بيه مفيش والله مفيش. انت ما تعرفيش تمشي من غير ما تشعبطي فيها كده؟ أيوة أصلي فرحانة بيك قوي النهاردة. أيوة بس مش كده يعني. الله، أنت مش قلت لي إنك نفسك تمسك إيدي؟ أنا؟ أيوة عشان ده حلم حياتك وهيتحقق يوم ما تمسك ايدي. انا فطين قلتلك كده؟ ايوه يلا امسكها بقى. طب بصي بكره ابقى اعملي اللي انت عايزه تعمليه. وش على سيما ولا ايه يا شباب؟ والخرفان كمان بقت حبيبه. فطين بلاش دلوقتي عشان خاطري، بلاش دلوقتي. يا حلو، انت عايز تتدرب تاني ولا ايه؟ شديت على لسانهم يا رب. انت فرحانه؟ ايوه اظن كل يوم بيعملوا فينا كده. ايه ده، هم كانوا كل يوم بيعملوا كده؟ ايوه. تعالي معانا يا انسة. عايز يا برشام. مالكش دعوه انت فطين، احنا مش جايين لك انت، احنا جايين ناخد الاستاذ شيكو مدريد امر بكده. الحقني يا فطين، عايزين يخطفوني زي ما خطفوا عم انس. بقول لك يا برشام، امشي دلوقتي وبلغ شيكو ان دي مش حركات رجوله. مالكش دعوه انت فطين، خليك في حالك ولا زي كل مره. فطين عارف لو مشيتش دلوقتي انا ممكن اعمل فيك ايه؟ الحقني حكام يا فطين بقى صيع ماسك مطوه. الله 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 جرى ايه يا عم فطين؟ هي اول مره ولا ايه؟ احنا هنتقف اهو مامو هنمشي على طول. كلمه ثانيه هخليك تاخد دماغ صاحبك تروح بيها. ما تتكلمش يا كامله، خلاص يا فطين. كانت وجهه نظري في محلها يا فؤاد. كل بتوجيهات سيادتك يا فندم. لا ده بفضل مجهودك ومجهود حضرات الضباط، وعشان كده انا طلبت لكم مكافاه جهود غير عاديه. شاكرين جدا يا فندم، ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن حضرتك. وايه اخبار التحيات؟ تمام يا فندم، كلهم اعترفوا. والواد بتاع الموتوسيكل عرفت عنه حاجه؟ طلع سوابق يا فندم وليه ملف عندنا واسمه جنزير، هو دلوقتي في المستشفى مصاب، اول ما حالته تتحسن هبدا معاه تحقيق فوري. شد حيلك يا فؤاد، عايزين نخلص من الحكايه دي بسرعه يا ابني. اوعدك يا فندم بعد اذن سعادتك. اتفضل يا ابني. ايوه يا فندم، العمليه تمت على اكمل وجه،
وبدون اي خسائر. تعالى. تعالى يا حبيب ابوك. جاي اهو ابو السيد يا كبير. تعالى رافع راس ابوك دايما في العلاني. بوت تعالى. جاي يا معلم. خد امسك دول. حقك. حق ايه يا ابو السيد؟ ايه دول؟ 5000 جنيه نصيبك في العمليه. عمليه ايه؟ ما انا ما عملتش حاجه اصلا. وبعدين مش العمليه اتشمت اصلا. لا يا حلو، احنا متفقين ان حقك هتاخده في كل عمليه سواء العمليه قامت او نامت. 5000 جنيه. بقول لك يا كبير، امال فين سميره هانم؟ تلاقيها في المركز بتاعها. كان لازم يمشيها من البيت عشان نعرف نعمل العمليه. امال انت ليه اتجوزتها اصلا يا بابا؟ قصدي يا كبير يا سيد حضرتك. ما انت عارف انا اتجوزتها ليه؟ عشان ليه مصلحه عندها. سميره دي بكل الزهق اللي هي فيه اللي انت عارفه نايمه على ملايين كتير قوي. ابوك بقى نفسه يلدع مليون واحد حتى. حكم انا مش طماع. وده مش حرام؟ نعم. حرام؟ جرالك ايه يا ميشو؟ جرالك ايه؟ ابو السيد بنهزر معاك يا ابو السيد. انا قصدي يعني حرام الوقت اللي احنا عمالين نضيعه دون من غير ما نعمل عمليات كبيره. ابو السيد كبير. لا 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 ما تقلقش، انا عامل حساب كل حاجه. قبل كل عمليه لازم اطرقها من البيت. لو عصلجت بقى نبقى ننزل نعمل الخطط بتاعتنا في الشقه القديمه بتاعت امك بتوقع الله يرحمها. ماما؟ بابا هو انت كنت بتحب ماما الله يرحمها؟ احب ماما؟ انا عمري ما حبيت حد في حياتي زي ما حبيت امك. كانش في ست في الدنيا زيها. يا عين عليك يا توأ. يا عارف يا ميشو، انا ما كنتش اقدر ابص في وشها دقيقه على بعضها. وايه؟ ولو انا باصص في وشها ما اقدرش اكذب كذبه واحده ابدا. كان عليها بصه عينين الله يرحمك يا توأ. بس عيبها بقى ان كان دماغها ناشف قوي قوي قوي، وكانت ماشيه بقى في السكه بتاعت المسل والاخلاق والقيم وال عارف عارف اخوك فطين. كانت زيه بالظبط. ما هو الواد ده طالع شبه خيخه كده. يا بس ما كنتش اطمن ولا ارتاح الا وانا قاعد جنبها، لانها كانت مراتي واختي وامي كمان. كما قال سقراط: لم اطمئن قط الا وانا في حجر امي. انت بتقول ايه؟ اصل الواد فطين دايما يقول كده يا كبير يا سيد. يا عم افتكر لنا حاجة عدلة بقى. وانت مش بتحب فطين يا سيد؟ بحبه، وفي حد في الدنيا ما بيحبش ابنه؟ بس كان نفسي ما يطلعش زي عمه، مثقف وعامل لي فيها مرغيف وفاهم كل حاجة، وهو مش فاهم حاجة أبدا. هو ولا عمه؟ لا فاهم، هو وعمي، قصدي عمه. كان نفسي يطلع زيك أنت. واد مطقطق بصحصح وفاهم الدنيا وقاريها صح الصح. لو جبنا في سيرة الحيلة جات الحيلة. مبسوط؟ تعالى حيلة نيلة. ازيك سيد؟ شايف يا ميشو؟ سامع قلة الأدب؟ معلش يا بابا معلش. تلاقيه بس راجع من المدرسة زهقان ولا تعبان؟ زهقان على نفسه مش عليا. شوف يا اخويا البجاحة، شوف الواد باصص ازاي. معلش يا سيد معلش، ادخل انت دلوقتي يا فطين، ادخل انت بقى، مش عايزين نتعب بابا اكتر من كده. ايه؟ الحق شوف شوف الغباوة. انت يا عم يا غبي داخل قرية ميشو بتعمل فيها ايه؟ معلش يا بابا معلش معلش، هو فطين كده اهو دايما يعني كده اهو. اوضتك اللي هناك دي ادخل اوضتك بقى وريحنا. ويدخل ما اسمعش صوته لا هو ولا الجراموفون بتاعه ده. حضرتك بس يا ابو السيد كده استريح استريح.
وحد مريحني في الدنيا دي غيرك انت يا ميشو؟ معلش يا ابو سيد معلش، ما هو ابننا برضو، يعني احنا ندعي له ان ربنا يهديه. ربنا يهديه ويبقى زيك يا ميشو. السلام عليكم. ازيك يا ميشو؟ اهلا، ازي حضرتك؟ اطلع يا شوقي. استنى حضرتك، استنى يا شوقي. يطلع فين حضرتك؟ ولا ده بقى اسمه خط؟ انا سكر الرفاعي مدير اعمال عنابي بيه، وهو عاوزك. لا اله الا الله، انا مال انا اذا كنت سكر الرفاعي ولا سكر الحوانديه حتى؟ الله، وبعدين الراجل ده عايزني انا ليه؟ لما نوصل هتعرف. ماشي، لما توصل. حضرتك هو المكان اللي احنا قاعدين فيه ده اسمه ايه؟ ده الصالون. الصالون؟ لا واضح والله، تلاجة هي ولا على كده بقى اوضه النوم مش بعيد عن هنا صح؟ ميشو يا النبي بيه. اهلا يا ميشو، اتفضل اقعد. السلام عليكم. الله، الجو هنا عبقري. اقعد. عجبك الجو؟ جدا، اصل انا حضرتك بموت في المزيكا، خصوصا المقطوعه اللي بيعزفوها دي، مقطوعه اين كلاين نخت بتاعت موتسارت. ده انت باين عليك جامد جدا، زي ما بيقولوا البوس، وكمان اللي عملته في لبنان. انا جامد جدا زي ما بيقولوا. هو مين البوس ده؟ وعملت ايه في لبنان حضرتك يعني؟ وكمان حريص. لا لا، تعجبني طبعا. انت ما تعرفنيش، لكن اكيد سمعت على عنابي. عنابي؟ لا، هو انا الحقيقه شربته بس يعني. دمك خفيف وبتحب الهزار. عنابي بيه ده اكبر تاجر تحف وانتيكات في البلد، وشغله كله بيصدره بره. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. بص، ما هو سيماهم على وجوههم. فعلا حضرتك ده اجمل شيء حضرتك تعمله علشان بقى بره يعرفوا اسم مصر وعظمتها. اهو ده اللي انا حريص عليه يا ميشو، ان اسم مصر ومكانه مصر تبقى في اعلى مكانه. عشان كده ما بشتغلش غير في الاثار، عشان الناس تتشوق تيجي وتزور مصر. ندخل في الموضوع. انت عارف ايه ده؟ طبعا، دي صورة تمثال ايزيس وهي تردع والدها حورس. ايزيس زوجة الاله اوزوريس وام الاله الصقر حورس، وكانت ايزيس رمزا للامومة والحماية والتهدف. كفاية كفاية. لسه، وكانت عند الفراعنة الهة السحر والجمال، وحمت الناس من الشر. ده انت باين عليك داهية فعلا، ايه المعلومات دي كلها؟ فعلا حضرتك، انا داهية ودواهي كدهون يعني في نفسيتي، وما تستقلش بيا يعني. وانت عارف التمثال موجود فين؟ طبعا عارف، موجود في المتحف المصري الذي انشئ عام 1896. اي والذي بناه المهندس الفرنسي مارسيل دورنو. وكان على النسق الكلاسيكي. انا كمان وصلتني معلومة ان التمثال ده هيتنقل من المتحف السنة دي مرتين، مرة عشان يروح يترمم ويرجع تاني للمتحف المصري، والمرة التانية هيتنقل من المتحف المصري للمتحف الجديد. يعني حضرتك يعني مهتم قوي يعني كده بالموضوع ليه يعني؟ حضرتك عايزني انا اشرف على عملية النقل؟ ماشي، ما عنديش مشكلة خالص، ربنا يا رب يكتر من امثالك. لا يا ميشو، لا، انا عايز التمثال نفسه، ودي المهمة انك تجيبهولي. ربنا يقلل من امثالك. حضرتك عايزني انا اسرع التمثال نفسه؟ باي طريقه، انا مش هناقشك، المهم ان انا هعرف لك معلومه ميعاد نقل التمثال. طبعا، وحضرتك بقى لما انا اجيب لك التمثال حضرتك هتقوم مهربه على بره البلد صح؟ لا، ما تشغلش نفسك بسفره لبره دي، انا ليا سكتي. ها، قلت ايه؟ قلت
لا طبعا. هدي لك نص مليون دولار يا ميشو. نص مليون ايه؟ انت تعرف التمثال ده انتو قد ايه؟ مليون يا ميشو. ولا 10 مليون. سكر. افكر. هسيبك تفكر وبكره تقول لي اه ولا لا. يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل لي ده يا ربي؟ كل ده علشان حطيت نفسي مكان اخويا ميشو يوم واحد؟ ايه الناس دي؟ وايه العالم ده؟ كلكم بقى ومصيبة عالنبي عالنبي يا خدود الحليوة ديكم تاني. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ لو قلت لاخويا ميشو اخاف لا يروح يسرق التمثال، لو ما قلتلهوش اخاف لا يعملوا فيه حاجه وحشه. عالنبي بيه ده شكله ما بيخافش لا هو ولا سكر سنطرافيش اللي معاه ده، يعني لو بلغت عنهم البوليس مش هيجيب نتيجه معاهم. وكما قال لاوتسي، اذا كان الناس لا يخشون الموت فما الفائده من محاوله تخوفي؟ ده ايه الغلب ده يا رب؟ ايه الغلب ده يا رب؟ ايه الصداع ده يا رب اللي بقى على عينيا؟ يا سلام. طب قول لي بقى، فين اللي اسمها اشجان دي؟ يا بابا اخرس انت، قول انت. كانت بتيجي الاستوديو عشان تتصور، وطبعا ضحكت وهي بتتصور. حضرتك افتكرت انها بتضحك لك انت وقعت في حبها. يا بابا اخرس انت، ما تلاقيك انت اللي غويت وما هو ماشي وراك. انا ما حدش غواني يا سيد، انا بحبها. انا حبي بلا كلام فارغ، ده انت لسه صغير. الحب مش كلام فارغ يا بابا. الحب مش كلام فارغ يا سيد. اخرسوا انتوا الاتنين. طب مش الاول نعرف اصلها وفصلها ومن عيلة مين دي اللي هتناسب عيلة سيد الحاوي اللي على سن وربح؟ يا بابا مليون مرة قلت لك اخرس انت. عيلة يا سيد؟ اشجان بنت اصول وكمان ما هياش محتاجة. غنية يعني؟ ساكنة فين دي؟ في فيلا هنا في المانيا. كلش يا اشجان توفيق اللي في فيلا توفيق باشا. ايوه يا سيد، ايوه هي دي. تعبتني قصدي انت وقعت عليها ازاي دي؟ انا بحبها يا سيد وهي موافقه. هتيجي معانا ولا لا؟ طبعا هاجي. امال ايه؟ امال عاوز تروح لوحدك وتخرج عن طوعي؟ سيد انا جاهزه يا حبيبي. وانا كمان جاهز يا سمرتي. احنا هنروح السيما، لما نرجع نبقى نروح لهم. ماشي يلا يا حبيبي، عايزين نتفرج على الفيلم من اوله. يلا يا حبيبي. تحبي تروحي فيلم ايه؟ نفسي اشوف فيلم رعب. ماشي يا حبيبي. لسه هيروحوا السيما. معلش يا عمي لسه بدري. احكي لك بقى اللي حصل لي امبارح عقبال ما يرجعوا ان شاء الله، وتقول لي اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها. مصيبه؟ ما هو طول ما معايا شويه رجاله قفف هيدوا فرصه لسيد الحاوي وعياله ان هم يلعبوا بيها كوره. فطين عطى فطين بقى يعرف يرد. ما احنا ما رضناش نتعامل معاه يا معلم عشان انتوا صحاب. بس يالا هو لسه في كارت احنا ما استخدمناهوش. كاميرا وامرني يا برنس. تروح المستشفى عند الواد خنزيره تتطقص على الاخبار. تمام يا برنس. تتطقص وبس، مش عايزين فلحسه وكتر غباوه. حاضر حاضر بالاذن. بقول لك يا معلم اروح مع الواد ده، الواد ده غبي ممكن يبوظ الدنيا. لا خليك انت هنا عشان انا محتاج معايا واحد ذكي يرص لي حجرين. يعني يا ماما لو ميشو عارف ان انا ضابط شرطه ده ممكن ياثر على علاقه الثقه اللي انا ببنيها معاه بقالي فتره؟ طبعا يا حبيبتي ياثر، وياثر قوي كمان، لأنه هو اساسا لابس قناع عشان يتخفى وراه، وحضرتك بتقابليه لابسه قناع عشان تتخفي وراه. ده ممكن يعمل له اضطراب نفسي لان خالفتي كل توقعاته وذكائه خانه في التعرف عليكي. طب اعمل ايه يا ماما؟
لازم تخليه يثق فيكي تماما، مش هو بس، لا هو واقرب الناس اليه كمان. زي مين؟ اللي عايش معاهم وبيثق فيهم، يعني امه، اخته، ابوه، اخوه. طب ودول هينفعوني في ايه؟ انت لازم تكسبي ثقه اقرب الناس ليه، لان هما دول اللي ممكن يدعموكي ويقفوا معاكي. اه هيساعدوكي، خصوصا لما تقولي انك انت ظابط. هما بس اللي هيقفوا معاكي، لان هما بس اللي عايزينه يبقى كويس. طب ودول هكسب ثقتهم ازاي اذا كنت ما اعرفهمش اصلا؟ اه انت بقى لازم تبداي تعرفيهم، تبداي تتعرفي عليهم من دلوقتي. ده الموضوع طلع صعب قوي يا ماما. طبعا يا حبيبتي لازم يبقى صعب عشان لما تنجحي تحسي بقيمه اللي عملتي. يا رب انجح. يا رب يا بنتي. إيه هو فؤاد بقاله مده لا بيتصل ولا بيتكلم؟ هو انت ما شفتيهوش من اخر مره؟ بصراحه لا. طب ليه يا بنتي؟ اتصلي بيه، فؤاد طيب وبيحبك وبيخاف عليكي، كلميه وطيبي خاطره اذا كان زعلان منك عشان خاطري. وسبت عالنبي بيه على اساس اني هرد عليه عم انس. يا دي المصيبه السوداء، هو احنا لسه خلصنا من شيكو مدريد لما يطلع لنا عالنبي ده؟ شفت بقى عمي المصيبه اللي انا فيها، انا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي انا. وانت ازاي تبقى ميشو من غير ما تقولي؟ الله، ايه يا عم انس، ما حضرتك اللي دايما كنت بتشجعني وتقولي يا فاطين انا عايزك تعمل مع ميشو اللي انا ما عرفتش اعمله مع ابوك. وانا لغايه دلوقتي برضه نفسي تنجح، بس ما توصلش لسرقه اثار البلد. انما قولي اشمعنى تمثال ازيز ده اللي هم قاصدينه؟ لان مفيش منه نسخه تانية، وهو كله على بعضه 31 سنتي وقيمته الفنيه عاليه جدا، يعني سهل ان هو يتشال يا عم انس، وفي اوروبا بقى وامريكا ممكن يتباع بالملايين. خلاص نبلغ البوليس. واقول لهم ايه بقى يا عم انس؟ اقول لهم اصل انا كنت مكان ميشو اخويا الحرامي، ويجوا بقى يقبضوا عليه؟ خلاص نبلغ البوليس من غير ما نقول احنا مين، نتصل بالتليفون. اه ما اكيد بقى هيروحوا يقبضوا على عالنبي بيه ده، وساعتها يعرف ان ميشو اخويا هو اللي بلغ عنه ويقتله، وابقى انا السبب في قتل اخويا ميشو عمي. امال نعمل ايه يعني؟ اقول لك مش هما مستنيين ردك؟ ايوه عمي والليله دي. خلاص ما تردش، وميشو ما يعرفش حاجه، وهم لما يلاقوك ما ردتش يعرفوا انك مش عايز تعمل العمليه. طب والتمثال يا عم انس؟ ما اكيد هيشوفوا حد تاني علشان يسرقوا. مش هيعرفوا، هي بتسهل كده، اكيد في حراسه وبوليس. اهم حاجه ان ميشو ما توصلوش المعلومه، واحنا قدامنا حل تاني. انا عن نفسي مش هقوله، بس اوعى يا عم انس حضرتك تقع بلسانك قدامه. ها انا؟ لا. يقول لي ايه يا فاطين؟ ايه ده ميشو؟ لا ده كان هيقول لك مش عمك انس راح يخطب دلوقتي. ما انا عارف. الف مبروك يا انس، بس ما تاخرش عن الميعاد. الله يبارك فيك يا ميشو، وفاطين واخويا سيد هيجوا معايا، ما تيجي معانا يا ميشو. كفايه عليك فاطين وسيد. عقبالك يا ميشو يا رب. سلام. مع الف سلامه يا اخويا. عم انس تفتكروا ان سمعنا؟ ما اظنش. قول لي انت بقى، تفتكر اني بدله عندي البسها واحنا رايحين؟ كنت متاكده اني هلاقيك هنا حتى يوم الاجازه في المكتب. اهلا ساره اتفضلي. ايه ايه ايه، اهلا ساره اتفضلي. انت عايز تفهمني انك لسه زعلان مني؟ يا ستي مش زعلان ولا حاجه. يا ترى المره دي بقى جايه تقنعيني بايه؟ بان المجرم انسان سهل تغييره؟ لا خالص، انا ما كنتش جايه اتكلم في الموضوع ده خالص، انا كنت جايه اصالحك، بس يظهر ان انت مشغول. سلام. استني بس ساره، استني، رايحه فين؟ هتقبل الصلح ولا من غير ولا؟ وبعدين مش هينفع الضابط ساره بنفسها هتبقى في مكتبي واسيبها زعلانه. تعالي اتفضلي. احكي لي بقى عامله ايه؟ بجتهد في شغلي، يمكن ابقى زيك. انت طول عمرك مجتهده، هي حاجه واحده بس اللي راكبه دماغي فيها. شفت بقى، انت اللي بتفتح مواضيعه. خلاص خلاص مش هفتح مواضيع. نسيتيني تشربي ايه؟ لا انا همشي فعلا عشان شكلك مشغول، وبعدين ما ينفعش الظابط يعطل زميله. ماشي. فاضيه بكره؟ وحتى لو مش فاضيه افضي لك نفسي. خلاص نتقابل بكره. ماشي باي.